البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نحضر معكم روتيني اليومي يوم رمضان. ما شاء الله هذا الفيديو راني درته نهار الاول في رمضان، غير ما حطيتوش، ما لقيتش الوقت اللي نحطه. داكشي علاش غنحط لكم حتى اليوم. نصب معكم الحريره، راني فايت صورتها معكم وتاش بالطريقه، ولكن نفس المقادير هكايا. هذه المطيش غادي نديرها مع هاد الطيب، وغنجبدها نطحنها هي البصله وداكشي، وعاد ندور الحريره ديالي من الطيب. غندير شويه، غنعجن شويه د المخمر وشويه د البوط. انا بديت معكم الروتين اليومي ديالي من البدايه ديالو ان شاء الله. ندير شويه د المخمر، نعجن شويه د المخمر هنايا. خلي العجينه ديالي تخمر، غادي ندير منها شويه معمرين. العجينه وحده خرجت منها، المهم شويه ديال اللي معمرين اللي معمرين عندي الماء معمرين حاطاهم في القناه. دابا نخلي لكم في صندوق الوصف. عندي الحريره حتى هي دابا نخليها لكم في صندوق الوصف. راني غير في الزربه يا البنات، مع النهار الاول في رمضان راكم عارفين كيكون كل شيء خاص، خاص الحريره، خاص الملاوي، خاص البغرير، خاص كل شيء. راني غير كنزرب. عندي شويه الكبار، غنديرهم هنا في هاد الصفيحة ديالي، نخليهم يرتاحو شوية. غندوز الحريرة ديالي ندورها، هاد التدويرة ديالها، نجبد هاد المطيشة و البصلة و داكشي، غنديرهم غير في الموليميكس، نطحنهم و كنصفيهم داك الصفاي و صافي. كي كنخليهم يتطلقوا هكا مزيان، كي يساعدوني حتى في الطوي، كيجيو في الشيل، كيجيو زوينين. ونحط البطبوط ديالي يطيب، ملحقش البطبوط وملحقش نعمرو، مع كان عندي شحال الشغالات، وإلا كانت موجدة موجدة له كلشي ومعمرتوش، ملقيتش الوقت.
هو التغذية اللي كانت تنفخ. الأحسن كل شيء الواحد يوجد هكايا في الدار. الماكلة ديال الدار الصراحة كتجي ما كاينش بحالها، كل شيء كنوجدو في الدار. الا ما لحقتش ندير شي حاجة ما نديرهاش ماشي مشكل، ماشي بعدا بدا كل شيء كيكون في الدار. بعد ما ساليت البطاط ديالي انا رجعت نملاوي طيبها المخمر ديالي. الحريره ديالي راه كطيب، حنا ضروري من الحريره في المغرب عندنا، الحريره هي الفطور. ها هما بلاوي ديال المخمر ديالي كيجاو، الصراحه جاو زوينين. هادشي مازال ما حبطتهم ما والو، هكا متشفشين. هما البلاويات ديالي اللي عمرت وخشيت في الفرن، دخلتهم الفراد ونخلط شويه البقرين معاكم. انا كنخلط غير عيني ميزاني، دابا نرجع نحطو معاكم بمقادير مضبوطه ان شاء الله. غندير العماره ديال البيتزا، ندير غير هكايا يعني نطحن داكشي، غير عطيشه وفلفله حمراء وبصله. نطحنتهم ندير لهم التوابل نحطها طيب. أو البقرير ديالي كيطيب، صراحة كيطلع رائع، كيجي صغير زوين في ال السمر هكايا معاكم. هاي القبيلة ديالي، هذا هو الفطور ديالنا النهار الأول في رمضان. البطاطا معمرتوش، ما لقيتش الوقت، مبقاليش الوقت باش نعمرو. وبالصحة والراحة، رمضان مبارك سعيد.